نتصور او نتفائل ان ممكن يكون في شكل من اشكال التوجه نحو الحل؟ هو الفكرة من 7 اكتوبر هم تعاملوا معها على انها حرب وجود او حرب استقلال تانية، وبالتالي فكان لازم يكون في نوع من الردع لما حدث. كويس. والتوجه لعملية التدمير ده في الفكر الإسرائيلي. ولكن المشكلة اللي كانت بتقابلهم إن لازم هيمتد الحروب بتاعتهم إلى حروب طويلة، بما يعاكس نظرية الأمن القومي الإسرائيلي إنها بتخش على حروب قصيرة وترجع تاني وتخلص. فعشان خاطر تتلم هذه العملية ويحصل نوع من التوافق محتاجة مجهود دولي، لأن أنا أعتقد الغرب حتى الآن كل الجهود الدولية التي يعني تقدمت أو بادرت أو حاولت إنها تقدم حلول لم تنجح لسبب أو لآخر. شوية نقول إن حماس حطت 18 شرط، وشوية نقول إن نتنياهو بيضع العراقيل أمام الوصول إلى اتفاق، يعني ما نجحتش. ممكن يكون المحاكم الدولية، محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليهم دور كبير الفترة الجاية، لأن حتى الدول المسدة لإسرائيل بتحترم ما يصدر عن هذه. لا يعني حضرتك متصور أن إسرائيل ممكن أن تهتم بالقانون الدولي أو بالمحكمة الدولية أو محكمة العدل أو المحكمة الجنائية؟ حتى لو ما اهتمتش، في دول تانية بتهتم، في دول بتحترم هذا القانون. يعني حتى ألمانيا المواكبة ومسندة لإسرائيل قالت لو صدر حكم من الجنائية أو من العدل الدولية هتطبقه. ألمانيا الأقرب. يعني في دول كثيرة جدا بتحترم القانون، يعني النمسا بعض الدول أعلنت هذا الكلام علنا يعني. ففي ممكن يبقى يحصل نوع من التقلص التجاري في العلاقات، تقليص العمليات التجارية، وقف المساعدات العسكرية. يعني هل العالم لم يكتفي بما حدث حتى الآن ومفيش هذا هذه الرغبة أو يعني الدافع السياسي إنه خلاص ما كفاية بقى؟ بس مفيش حد، لا لما حد بيقول كفاية سواء يعني إسرائيل أو حماس ما اعتقدش انهم بيوصلوا لاتفاق. ما لهمش مصلحه ان دلوقتي في الوقت الحالي تبقى في دوله فلسطينيه في الوقت الحالي. لا حل الدولتين. هو الاسرائيليين قالوا صراحه ان اذا كنتم متصورين ان هتخلصوا الحرب علشان يبقى في دوله فلسطينيه فلن تكون هناك دوله فلسطينيه لا الان ولا مستقبلا. ما هو ده اللي مطروح على الساحه دلوقتي. حتى الولايات المتحده الامريكيه بتقول يحصل تفاوض ما بين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين عشان نوصل لحل الدولتين. ازاي انا اعمل تفاوض ما بين المحتل الكيان الاحتلال وبين الدوله المحتله او الكيان المحتل؟ ده حاجه حتى غير منطقيه، واكثر من مره يوقفوا الكلام ده في مجلس الامن. فاعتقد تاثير المحاكم الدوليه هيبقى اكبر شويه، بدليل ان حتى نتنياهو لما سافر لواشنطن عشان يدي الخطبه بتاعته ما نزلش ترانزيت في السكه، كان متخوف. كان عنده تخوف ان يحصل له اي مشكله. لو صدر قرار من المحكمة الجنائية الدولية مع الضغوط اللي عليها دلوقتي ممكن يتعرض لمشاكل في أثناء زياراته الدولية. يعني ممكن يتم القبض عليه؟ ممكن يتم القبض عليه طبعا، ما فيش جدال. أعتقد الرئيس الإسرائيلي لما كان في سويسرا في ديفوز تبلغ بحاجة معينة إن في قضية مرفوعة هناك، نزل خد طاره ومشي. في حصلت ده لتسيبي ليفني زمان 2008. أيوه أنا متذكر. وخرجت بسرعة من لندن. التأثير المحاكم الأوروبية المحلية والدولية تأثير كبير ومحدش يقدر يتجنبه. أنا أعتقد هيبقى ده أكثر تأثيرا في المرحلة اللي جاية، أكثر تأثيرا من الدول. الأمم المتحدة مش هيكون لها تأثير كبير. هم متجاهلين كل المواقف زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. هم أصلا أعضاء مشروطين في الأمم المتحدة، داخلين بشروط. الدولة الوحيدة اللي داخلة بشروط في الأمم المتحدة هي إسرائيل بثلاث شروط، وهذه الشروط لم تطبق حتى الآن. ما اعرفش اكررها مره تانية. احترام ميثاق الامم المتحده، وهم لم يحترموا ميثاق الامم المتحده، بالعكس مندوبهم خد الميثاق. ما هو ده ادعى اللي انا بقوله ان اسرائيل ما نمره 2. لا انا بتكلم على المحاكم وضع مختلف. نمره 2 ان هو دوله متنازع عليها. لما قدموا الطلب للامم المتحده في 15 مايو 48 وده كان بعد يوم من اعلان الدوله، قالوا ان ده دوله متنازع عليها. قدموا بعد 6 شهور تانيين في ديسمبر 48 قالوا دولة متنازع عليها، ولكن عملوا تصويت وتخش بس بثلاث شروط، منها شرط حل الدولتين، قرار 181 في 29 نوفمبر
47 وقرار 194 بتاع عودة اللاجئين وتعويض.